مساء الخير مدام. شو لا ما في شيء بس هيك تعبان شوي. انا عزت وهذا هشام نحن رفعت اكرم المدرسه. شو بيسووا هذول؟ شبعان؟ ما في شيء مش هذا تعبان بس تعبان شوي حبيبتي هذا سكران شوي. سكران؟ وانت؟ وليك انا مو سكران، افتحي لي باب الغرفه بعدين بشرح لي خلينا نخلص يلا. شو بدنا نخلص؟ شو بدنا نخلص؟ طيب هون؟ انا بالنسبه لي تصبحوا على خير. اهلين هذا دير بالك عليه. اهلين 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 اهلين. شو اللي عم بيصير؟ راجع لي الساعة 3؟ يا دوب 2:30. قد ما كانت تكون راجع لي على البيت سكران وجايب لي معك هذا رفيقك الثاني السكران. أنا مو سكران. ريحتك فايحة حبيبتي. كبوا علي كاسة. كبوا عليك كاسة؟ ليش حضرتك بأي قهوة كنت؟ مو بالقهوة. لكن وين؟ بالكباريه. بالكباريه؟ بالكباريه. عكرمة عبد الحي مربي الأجيال، جوزي أنا، رفيفي العلمي، كان بالكباريه؟ حرق حريشك يا عكرمة على هالمسحة، ما معقول شوفاي ورايق لتمزح معك مسحة بآخر الليل. حبيبتي الله يخليك، هلا مالي حيل أحكي لك عن أي شيء، خليني نايم هذا الطرح بكرة الصبح بشرح لك. مستحيل يكون هاد اللي أنا شايفته حقيقة، أنا عم بحلم وعكرمة عم بحلم. يا حبيبتي أرجوكي طولي بالك، الشغلة كتير معقدة وبدها شرح. ولك ايه عادة نطلي ما عم نفهم. وهشام قوم لك قوم لجوا. لك شو عم يصير؟ بس بدي افهم.